من فترة مش من كتير زمان حضرنا تكريم ببيت كتائب الصيفي للخمسينيين بكريم الصيفي. اليوم عم نكرم الخمسينيين، عم نكرم يلي خدموا لبنان ليحيا لبنان ولتعيش الكتائب. عم نكرم اليوم أبطال رمان. بكرة إن شاء الله إذا الله راد كمان بدنا نكرم الأبطال، بدنا نكرم يلي عطوا وضحوا وشاركوا بإنشاء الكتائب ببيروت، كمان مثل الصيفي والمان رح نكرم بكرة كمان بالأشرفية. من هون منكون جمعنا أو منكون وصلنا الكتائب في بيروت، وبيبقى أكيد كتائب نتدور يلي كمان بتمنى بأسرع وقت نرجع ننشط بهذا الإقليم يلي كمان منه بعيد عنا، ولكن كثير من الأوقات بنحس إنه منسى أو متروك أو ما له عازل لأنه صار ولا الأوتوستراد. لا، بيروت هي وحدة، بيروت هي مجموعة هالأقاليم، بيروت الكتائبية هي مشكلة من المدور من المير من السايكل ومن الأشرفية، وعلى هيدي الركيزة الرباعية بده يرجع ينشق لبنان، وبدها ترجع تنشق الكتائب في لبنان. عم نحكي عن بيروت والانتصارات اللي انتم قمتوا فيها بالماضي، كانت انتصارات جزء منها اجتماعي، جزء منها بالاجتماعيات، جزء منها بالاقتصاد، جزء منها بالتشريع، جزء منها بالعسكر، جزء منها بالمقاومة، جزء منها من الشباب ومن الرياضة ومن النضال اليومي. اليوم هالكتائب هيدي بدها ترجع بنفس فعاليتها وبكل القطاعات اللي كانت بتمارس فيها النشاط الحزبي، من التشريع مع نوابها، من الرياضة مع شبابها، من الكشافة، من جزء الطلاب تبعها، من جزء اجتماعي، من جزء النسائي، ومن كل القطاعات اللي ممكن تشتغل عليها الكتائب بدها ترجع تتفعل، بدها ترجع كلها سوا نفعلها. هول الانجازات بدهم يترجموا على الارض بانتخابات. بدهم يترجموا على الارض بانتخابات الجامعات، بانتخابات النقابات، بانتخابات البلدية، وبكل الانتخابات. ويا اخوان بدي أكد لكم انه اذا اليوم عم ينحكى عن انتخابات بلدية وعم ينحكى عن تقسيم او غير تقسيم لبيروت، فيكم تكونوا اكيدين انه مع كتائب قوية، مع تقسيم او بلا تقسيم، نحن بنربح الانتخابات. بدنا نأكد لهم، وفيكم تكونوا اكيدين انه المدخل على موضوع الانتخابات في بيروت بالبلدية منه ابدا مدخل من منطلق الخساره او الربح. نحن منا سائلين عن هذا الموضوع، لان نحن عارفين انه بعدنا ضاهرين من الانتخابات ربحانين فيها، وبنقدر نكون اكيدين انه من بعد 6 شهور رح نكون كمان ربحانين باي منطقه نترشح فيها. فالربح والخساره اليوم ما بتخوفنا ابدا. نحن اليوم بوضع كثير حساس بالبلد. نحن اليوم على وشك انهيار الدولة، على وشك انهيار المؤسسات في الدولة، على وشك فرض الدولة اللبنانية. المؤسسات مشلولة، البلد مشلول، مجلس الوزراء مشلول كليا ومعطل وما بيقدر ياخذ قرارات، مجلس النيابه بعد لليوم ما اجتمع ولا مره، رئاسه الجمهوريه قد ما فيها تقلع قد ما هن فيهم يشدوها نزول، بلد كله ما
معطل عن العمل. إذا اليوم بدنا نعتبر إنه بدنا نأجل أو بدنا نمدد مهنة الانتخابات البلدية، منكون عم نرتكب أكبر إجرام بحق المواطن وبحق المؤسسات. إذا بعد في شغلة ماشية بهالبلد هن هالكم بلدية يلي بعضهم راكبين على بعضهم، وبعد في هالمراكز أو هالمجالس المحلية بعدها راكبة محلها بكم ضيعة وبتضيع اللبنانية. ما رح نرضى اليوم نمدد لهالمجالس أو نأجل الانتخاب أو نمدد الانتخاب لست أشهر أو لسنة. بدهم شهر فليكن شهر، ما في مشكلة، بس أكثر من هيك ممنوع، وأكثر من هيك ما رح نقبل. خلصنا بقى الماطل بالدولة، وخلصنا بقى هالاسترخاء والاستخفاف بالدولة اللبنانية. الاستخفاف بكل استحقاق عم بيقوم فيه اليوم البلد. استخفاف انتخاب رئاسة الجمهورية من مدتها 7 أشهر أو سنة، شو فرقانة معنا؟ استحقاق تعيين رئيس مجلس وزراء أو استحقاق تشكيل حكومة من مدتها 4-5 أشهر وبعدين يجتمع مجلس النيابة 100 سؤالين. ما البلد ماشي، البلد ماشي عندهم بس البلد منه ماشي عنا. فهالاستخفاف هيدا بالاستحقاقات اليوم بدنا نحط له حد. من هون نحن عم نطلب بقانون انتخاب عادي، عم نطلب اليوم بالانتخابات بوقتها، بالانتخابات بدون اي تأجيل او تمديد. هيدا الشيء يقتضي علينا، ولو بدنا نمشي اليوم، ولو بدنا نمشي اليوم بقانون انتخابات بيروت مثل ما هو حاليا، نحن ما عندنا مشكله، لانه عارفين رح نقدر نوصل نحن مين بدنا. نحن عارفين انه بهالانتخابات هيدي ولو بيروت كانت دايره واحده، وعم بحكي هذا الكلام بس تنأكد انه نحن ما بدنا تمديد ولا بدنا تأجيل الانتخابات، بدنا تصير عمليه بوقتها. ونحن عارفين تماما انه تيصير انتخابات بوقتها ما ممكن نمر القانون يلي اليوم بعده بمجلس النيابه، بعده بمجلس الوزراء، ويمكن ياخذ بعد كم شهر ليتصوت عليه، وبكره بصير عندنا بمجلس النيابه ورح ياخذ اشهر واشهر تا يتصوت عليه. فخلي تصير الانتخابات بوقتها، وعلى هيدا الاساس نحن رح نربح الانتخابات. اكيد بالمستقبل، ونحن اليوم ككتائب طرحنا هو اللا مركزية الإدارية في كل لبنان، نحن أكيد كمان ببيروت بدنا اللا مركزية الإدارية لنقدر نوصل لكل مواطن، لنقدر نوصل لكل مواطن يكون وصل له حقه بدون جميلة حدا. وأكيد بكرة بالمستقبل يمكن نضطر نقسم البلديات، بس ما نقسمهم على 3 دوائر مثل ما عم يطرح اليوم، وما يتقسموا هيك فقط للشعارات ولنستغل عاطفة العالم. بدنا نقسم البلديات لتقدر هالبلدية بطريقة مدروسة تقدر توصل لكل مواطن وتلبي طلبات كل مواطن بدون جميلة حدا. هيدا الشيء اللي بدنا اياه.